بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي في القصرين الحبيبة، أهلي في القصرين الجريحة. أنا محمد الهادي السيحي، رئيس قائمة حركة الشباب الوطني التونسي عند دائرة القصرين. إن حركة الشباب الوطني التونسي هي حركة وسطية ذات بعد إصلاحي، تؤمن بأن القلب النابض لتونس هو شبابها، وحركتنا تمثل قطيعة مع الفكر البائد الذي اقتصر في تعامله مع الشباب للدعايات السياسية والانتخابية. أنا أمثل جميع القصرنية بجميع معتمدياتها من تالا وفسانة وحاسي الفريد وفريانة وماجب العباس وحيدرة دون استثناء. انشغالات حزبنا هي انشغالات جميع التونسيين وخصوصا القصرين الحبيبة، ومن هذه المشاكل تنامي خطر الإرهاب والتهريب والفساد والبيروقراطية الإدارية، انعدام العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتوزيع الغير عادل للثروة الوطنية، غموض في الحالة الاستحقاقية للأراضي العقارية، غياب منوال تنموي يراعي خصوصيات القصرين لينهض بالتشغيل ويدفع الاستثمار، غياب المرافق والمؤسسات الصحية والتعليمية والجامعية. وكحركة الشباب الوطني التونسي دائرة القصرين نقترح جملة من الحلول، منها تقديم الدعم الشامل للمؤسسة العسكرية والأمنية في حربهما ضد الإرهاب، التصدي للتسويق الإعلامي الذي جعل من القصرين باطلا إمارة إسلامية، حشد إرادة سياسية داخل البرلمان وداخل مؤسسة الرئاسة لكشف حقيقة مجهودات الدولة في التصدي للإرهاب واقتلاعه من الجهة، إقامة مشاريع صناعية وفلاحية تراعي خصوصيات معتمدية القصرين وتكون ذات قدرة تشغيلية عالية وتربط الإنتاج بالتصنيع، إعادة هيكلة معمل عجين الحلفاء والورق وإعادة فتح وحداته الإنتاجية المتوقفة، إقامة بنية تحتية تجلب الاستثمار الداخلي والخارجي، ودفع نسق التسجيل العقاري للأراضي الفلاحية بالجهة وتخليص الرسوم العقارية من الجمود، إقامة مركب جامعي يشمل عديد الاختصاصات العلمية والأدبية، إقامة مستشفى جامعي ينهض بالقطاع الصحي بالجهة. نحن شباب القصرين نحمل رسالة برنامجا طموحا، ولسنا أصحاب وعود كاذبة. عاشت القصرين قلعة للنضال ومهدا للشهداء، عاشت تونس حرية أبية، ونأمل في إعطائنا الثقة وإعطائنا الفرصة للمشاركة في بناء هذا الوطن العزيز وهذه الجهة العزيزة. السلام عليكم.